الى وزاره الداخليه. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه اكد خلال الاجتماع اللي عقده مع عدد من الضباط بمختلف الرتب، وكمان كان حاضر مساعدي الوزير وعدد من القيادات الامنيه، اكد وزير الداخليه ان الدوله المصريه تمتلك كل المقومات والقدره والاراده التي تكفل لها حمايه مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنيه. تعالوا نشوف التقرير ده ولقاء وزير الداخليه. بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، بدأ السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعه مع الضباط بمختلف الرتب من جهة الوزارة وبحضور مساعديه. خلاله أكد على قدرة الدولة المصرية على حماية مواطنيها بما لديها من إمكانات وإرادة، وأن التاريخ سيشهد الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة والجيش لمواجهة المخططات الإرهابية من أجل الحفاظ على كيان الدولة ودحر الإرهاب، وأثنى على هذه الجهود بخاصة في شمال سيناء. اللي تحقق في سيناء خلال السنوات اللي فاتت إنجاز ضخم جدا، وفي إصرار وفي إرادة كبيرة جدا وقوية جدا من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة إلى حسم هذا الأمر بصورة نهائية خلال الفترة القريبة القادمة. الوزير أكد على ضرورة قيام أجهزة الأمن بتطوير أدائها وخططها الأمنية في ظل استهداف الكيانات الإرهابية للأبرياء، ما يستلزم إجراءات حاسمة وخططا غير تقليدية لمواجهتهم، مشيرا إلى مخططات هذه الكيانات تحاول شق الصف وزعزعة الاستقرار لإظهار عدم قدرة الدولة على حماية المواطنين، إلا أن عزيمة رجال الشرطة والجيش وروحهم العالية تفسد المخططات وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن المواطنين. لولا صمود أجهزة الدولة الرئيسية اللي أنا بتصور أنها بتحمل أعمدة بناء هذه الدولة للقوات المسلحة والشرطة، لما كنا وصلنا لما نحن فيه من حالة من الاستقرار. وزير الداخلية أشار إلى زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لأكاديمية الشرطة، مؤكدا أنها تعد حافزا لمواصلة مسيرة الحفاظ على الأمن، ورسالة بأهمية الإعداد والتدريب والتأهيل لكافة الكوادر الشرطية بخاصة الأجيال القادمة، فالانضباط والجدية والالتزام هو شعار المرحلة من منطلق وطني. وأشار إلى التعاون والتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة للتصدي لمحاولات النيل من أمن المواطنين وبحسم، وشدد على أهمية تطوير وتحديث منظومة العملية التدريبية لإعداد وتأهيل العنصر البشري. الوزير أكد على ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة لإعادة الانضباط للشارع المصري والتصدي لصور الخروج على القانون وتطهير البؤر الإجرامية، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان من خلال البعد عن أي تجاوزات قد تنال من ثقة المواطنين في جهاز الشرطة. سر نجاحنا الحقيقي هيكون في التفاف المجتمع حولنا وتقديم المساعدة لينا وتقديم العون لينا، وإنه مفيش حد بينجح في أي موقع من المواقع الأمنية إلا بدعم من الناس وبعلاقات جيدة مع الناس، وده أمر استراتيجي بنتعامل معاه وإحنا بنمارس عملنا اليومي كل يوم. مشددا على أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي تجاوز من قلة تسيء لجموع رجال الشرطة الشرفاء في إطار من الشفافية والقانون. وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى مقترحات عدد من الضباط بشأن تطوير العمل الأمني، موجها بدراستها ووضع أطر لتنفيذها، كما وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة بما ينعكس على الأداء الأمني. واختتم وزير الداخلية الاجتماع بتأكيد على إصرار رجال الشرطة على حفظ الأمن والاستقرار مهما كانت التضحيات.